عشاق الموسيقى الأندلسية في مدينة الصويرة كانوا على موعد مع حفل فني ناحيته فرقة ورثة الأندلس، أمسية طربية خالصة قدمها شباب مسلمون ويهود الذين ضربوا موعدا على منصة موقع المنزه الأسطوري في لحظة استحضار التراث الشجوري، عنوانها الانفتاح والتقاسم والعيش المشترك. تراث الموسيقى الأندلسية هو واحد التراث يعني كنعتبره مشترك، هي واحد الموسيقى أولا هي موسيقى روحية، بما أننا كنقولوا موسيقى روحية يعني هي واحد الموسيقى اللي ما يمكنش أننا ما نتلاقاوش يعني في الروح ديالنا، في القلب ديالنا، في الجسد ديالنا، في يعني في 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 يعني في الإحساس، عندنا واحد الإحساس مشترك. يندرج الحفل في إطار الدورة 16 لمهرجان الأندلسيات الأطلسية الذي سيقدم طيلة 4 أيام طبقا فنيا متنوعا مكونا من 15 حفلا طربيا، كما سيتم تكريم عدد من الرموز الموسيقية كالشيخ مويزو وعازفة البيانو غيتا العفير، إضافة إلى تنظيم ندوات فكرية. يحاول دائما أن يعطي دماء جديدا لهذه الساحة من خلال استضافة شباب متميزين موهوبين يمكن أن يقدموا الإضافة لهذا الفن. لذلك فتح الأبواب هذه السنة لمجموعة من الأصوات الشابة، نذكر منها صلاح الدين مصباح، هشام دينار، حي كوركوس، يوحي كوهين، هناء الطوك، شيماء مجيبل. مهرجان الأندلسيات الأطلسية الذي سيختتم يوم 3 من الشهر الجاري أصبح موعدا تقليديا يعزز الطابع الفني والروحاني اللذان يميزان مدينة الصويرة منذ سنوات عديدة.